مشاهد توصف بالكرنفال الاحتفالي، زوار وسائحون قادمين من أقطاب العالم كافة يحتفلون بهذه الأيام المباركة ويقدسون أرض المسيح لمناسبة عيد الفصح المجيد، وتتوافد خلاله إلى القدس مئات الأفواج السياحية من مصر وقبرص واليونان وأوروبا، مباركة هذه الأرض وداعمة تجارها وأهلها. فرصة جيدة جدا، لأنه في الفترة هذه معظم أصحاب المصالح السياحية ابتداء من المكاتب للأوتيلات للأدلاء والمرشدين لشركات البصات السياحية للسوفينير للمطاعم إلى آخره اشتغلوا الأعداد كبيرة. يعني اليوم أجاني معلومة صغيرة من مطار تل أفيف، أعداد السواح اللي عم بتفوت من الفجر لليل، الطائرات طائرة ورا طائرة. فطبعا البلد كلها بتكون منتعشة سياحيا واقتصاديا. تزامن هذا العيد مع الأعياد اليهودية لتنشر قوات الاحتلال عناصرها وحواجزها العسكرية بين أزقة البلدة القديمة وعلى مداخلها، وتوالت مشاهد تعطيل السائحين ومنعهم في أحيان أخرى من الوصول إلى الأسواق العربية التي يعتمد تجارها خلال هذا الموسم على بيع الحرف اليدوية من تذكارات مصنوعة من خشب الزيتون ومن الشمع المصنع محلياً، مهن ازدهرت خصيصاً لتباع خلال الأعياد المسيحية في بيت لحم وفي القدس. موسم عيد الفصح كل سنة بعد سنة عماله يقل بالنسبة للبيع. للأسف في كتير مشاكل بالقدس، من إغلاقات، من حصار، من حواجز، من السور، حتى السائح بنزل على القدس مش مرتاح. تكون القدس على مدار أسبوعين ممتلئة بالزائرين والحجاج المسيحيين من كافة أقطار العالم، وهذا بالتالي يؤدي إلى نشاط سياحي منقطع النظير. ما يزيد عن 25,000 سائح وافد يزور القدس لمناسبة الأعياد المسيحية بحسب التجمع السياحي المقدسي، أعداد كبيرة قد يكون لها الفضل بإعادة الوضع الاقتصادي لسابق عهده، وسط آمال أكبر باستقطابهم للشق العربي من مدينة القدس. أعياد مجيدة وصناعة بسيطة كفيلة بأن تنعش أسواق القدس العتيقة خلال عيد الفصح الذي زار خلاله آلاف السائحين أزقة المدينة وفنادقها. لبرنامج القدس، راما يوسف، قناة الغد، القدس المحتلة.